السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن في نفس المخيم واوسي مع الأخت فاطمة الزهراء وأخواتها. تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم فاطمة البشرة. فاطمة الزهراء البشرة. أنا والله نحن بنشكر يعني الشكر من الشكر أول حاجة لربنا سبحانه وتعالى. ثانيا يعني بنقدمه لمنظمات كلها دعمتنا وبالاخص منظمه الاغاثه الاسلاميه العالميه عبر العالم. ما قصروا معنا، اشتغلوا معنا السنه اللي فاتت، كان ضررنا يعني نص المنطقه تضررت السنه اللي فاتت، بس تضررنا تضرر كلي. نحن بنشكرهم والله، ويعني نحن هنا يعني كنساء عندنا مشاكل كثيره خاصه بينا غير يعني المشاكل العامه. نحن اولا بنعاني من يعني من عندنا أطفال طبعاً، بس نحن قاعدين في الخيم. يلا في الخيم دي عندنا مشاكل، البرد جاي كده. نحن يعني بنرجو منهم، بنرجو من الناس المنظمة من المكاتب بتاعت العالم كلها، منظمة الإغاثة الإسلامية، إنه يوفروا لنا يعني المأوى، مأوى حقيقي. ده مؤقت، لكن نحن يعني بنحتاج لإن شاء الله غرفة الزول، غرفة وحمام بس. نحن كنساء بكفننا، لأنه الزول شنو عنده أطفال طبعا، كلنا عندنا أطفال، جاي علينا المدرسة وجاي علينا البرد. نحن هنا المنطقة دي منطقة خلوية، ما بنستحمل إنه أطفالنا يقعدوا فيها في الخيم وكده، ما بيستحملوا. يلا وبرضه بنعاني يعني من 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 هنا المدارس بعيدة، ما عندنا نحن هنا المنطقة دي كلها هنا بتاعت دي الخدمات فيها، محل المدرسة، محل المسجد، محل الروضة، لكن شنو ما طبعا ما فيها أي مباني. نحن بنرجوهم يعني من بعد ربنا إنه يساعدونا في بنيان المدارس، المركز الصحي، يعني بس المساعدة ربنا بيقدرون عليها.